اوكي، الوغ هاد التصويرات انا باقي دائما في طنجة، وهاد الكافي اللي انفاس الار ار ايس، تحت منه كاين هاد لابتيت بيست هادي. علاش جيت دابا؟ لان اذا رديتو البال في الايامات ديال الشتاء هنا ميمكن لكش ديبلاصا، شوف الارض كيفاش عامله. دونك دابا الارض يابسه شويش، هاد السيد شوف عباد الله فين بنا، شوف عباد الله عباد الله هادو، وهاد الحجر هاد لو مور هذا يمكن نسميوه واحد المور السودان، ما ماشي مور مي ما نعرف تقنيا ما عرفش الاسم ديالو. المهم الحجر مديور دو فاصون انه كيبلوكي الماء ديال البحر باش ما يطيحش هاد الباجاج هذا. راه ما يمكن شيء كيخربقوا هاد الناس هادو. انا ماشي متخصص، ولكن افيك لاج هاد المنطقة كنعرفها كيفاش كانت. راه البحر اللي كيتحرك، راه ماشي الارض اللي كتحرك، الماء ديال البحر، المد والجزر والامواج، وخبط اليوم خبط غدا وكتكون تعرية كيماوية ميكانيكية مخلطة الجرة، كدوز واحد 30 40 عام كتلقى ديك ما تعقلش على المنطقة. ولي طونجيروا راه كيعرفوا كيفاش كانت ماربيل، مريسات، الغندوري، راه كاين واحد لو شونجمون كبير. في الجهة ديال موفين بيك اللي هي راه كتبان مور ديك الفرغونات، جو سي با واش غاتبان لكم الفرغونات ديال المخزنية، تما كانوا ولادي صغارين، هادي واحد 30 طون كنت كنجيبهم تما كيلعبوا. هذا كان البحر راه جاو، كانت اون تري بيل بلاج، حتى واحد الرملة كيفاش دايرة صفرة داكشي. ودابا سير لتما غير البلاستيك والحجر و لا ميم شوز هنايا. ما عرفت لي زانجينيور ديالنا راه كيفكروا، انا ما كنفكرش احسن منهم، ولكن بعض المرات لي زانتيري ايكونوميك كيغلبوا على، كيقول لك اسيدي غير دير لي الحاجز تما وخليها من بعد 20 عام داكشي شغلي، بحال اللي وقع في مارتشيكا اللي ما كيعرفهاش يدخل الانترنت وغادي يشوف ويدير صور من ديك المنطقة. الناس في واحد الوقت كان شوية ديال شوية كاين بزاف الفوضى، دوك البزناسات تكاو على ديك الأراضي وبداو بني في الفيلات، الفلوس موجودة. ودابا البحر ولا كيطيح كل عام كيهبط فيلا جوج، ودابا كيتشكاو كيقول لك لا خص الدولة تدير لنا الحواجز بحال هاد الشكل هذا. ما يمكن لكش تقاوم الطبيعة صاحبي. لي هولندي واللي كيعرف لي بولدرز اللي كانوا كيداروا الهولنديين، هما عندك ولا جابوني، ولكن الهولنديين على الخصوص ما يقد عليهم حد في ديك كيفاش كيبنيو على حساب البحر. دابا اخر المعلومات اللي عندي من بعض افراد العائله اللي هما شويش على بال، قال لك ولاو لي هولندي كيخويو ديك المناطق اللي هي زادوها على حساب البحر بشكل تدريجي شويه بشويه. قلت له اش كيديروا فيها؟ قال لك كيردوا منطقه خضراء وكيرجعوا للور. علاش؟ هاد لي شونجمون كليماتيك النيفو ديال البحر كيطلع، اذا اش غتقاوم انت؟ ما يمكن لك شيء تواجه الطبيعه. راه تبارك الله راه 70 ولا 71% ديال الكره الارضيه كلها ماء، اش غتقاوم؟ وهاد المناطق الساحليه هي الاولى، الا طلع غير 2 متر راه او 3 متر. راه كاين بعض الدول في الجهه ديال الفلبين، ماليزيا، اندونيسيا، كاين تما دول اللي ما غتبقاش ما غتغبر، ولاجئ سموهم لاجئين ديال الكليما، ناس هجم عليهم الماء ما عندوش فين يمشي وما عندوش دوله، مولود في جزيره ديك الجزيره كلاها البحر فين يمشي يطلب اللجوء، لانه ماشي قمع ولا مسألة رأي ولا لا، هو مزيان كان في بلاده، ولكن اللي جا البحر طلع النيفو ديال البحر جرى عليهم. وهنايا هانتوما كتشوفوا يعني الماء شوف فين كيوصل، هاد الحجر غادي يقاوم شحال غيقاوم؟ ايوي،
وهاد البنايات هذه اللي هي هنايا عقلوا على هذا الكلام. انا ما غنكونش، ولكن والله لا بقاو. هذه راه لا ناتور. هذه انا حضرت على ماربيل يعني بالصور، ماشي يعني كل عام كنت عام عامين كنمشي كنصور الديور اللي هما كيقيسهم الماء، كيوصل لهم الماء. دابا رانا درت واحد لا فيديو. دابا ديك المنطقه ما بقى فيها حتى دار، بقاو كلكو تراس ديال ديك اش كيتسموا داك الساس ديالها، يعني دوك الصباطات اللي كيسميوهم الصباطات لي بيلي ديال الاساس ديال الدار، هما اللي بقاو كيدوروا تما كياكل فيهم الماء مره. هاد المنطقه هذه الطريق المؤديه الى المريصات، كنسمي حتى هذه مريصات حيت ما كاينش واحد الحد، ما كاينش ليميت بين الغندوري والمريصات. يعني اذا خرجتي من الغندوري زيد شويه غتلقى المريصات، بتيت بلاج مزيونه ترانكيل. ولكن اللي كان واخد ما غنواخدش السلطات ولا، لان هذوك الديور اللي تبنوا من الطريق من المنار من الطريق للفوق، هذوك كلهم ما عندهمش الواد الحار. اذا فين كيخويو؟ كيخويو كيهبط داكشي مع الواد كيخرج تما في المريصات. دونك بلاج ملوثه. علاش؟ لان انا في 79 كنت خيم تما واحد الشهر، بلاج كانت اون ميرفي. علاش؟ لان تما كان شي دويره ولا جوج ولا في ديك الجهه هما اللي كانوا. دابا تما يعني راه تجمعات سكانيه كبيره. دونك عاود خصنا شي ستاسيون ديال تريتمون، عاود غيزيدوا علينا الضرائب. بيان سور منين غيجيبوا الفلوس؟ المواطن دائما كل مره كيزولوا له شويه شي نهار شي نهار تشوف المغاربه غادي بسليبات في الشوارع. جو ريغول، ما يمكنش توصل لهذيك، يمكن توصل لعظم كما كنقولوا. ولكن خاص لي ريسبونسابل ديالنا والله خاصهم يفكروا في خلق الثروه. هادو دابا اللي كيعطيوهم لي زوتوريزاسيون يبنيو التجمعات هنايا ولا كيلوت. دابا سولوي كي بولو بي، هذا لي لوا اللي كاينين في الدول. ما كتلوت خلص، علاش نخلص انا بلاصتك؟ بحال هاد المسألة ديال الضريبة على الكوارث التضامنية على الكوارث، وطاحت قنطرة ما تحترفش الكايد شارج تسلمات، وملي طيح نجي هنا نخلص وانت تخلص، سي با نورمال اصاحبي هادي اولا. كنظن انا قنطرة الا ما كانتش بلي نور معناه داك المهندس خصنا نحكموه ونحكموا المدرسة اللي كوناتو. دير لي مهندس الشتا الأولى طيح قنطرة واسمح لي، القراية ديالك ما نافعة والو. ولكن إلا كانوا لي بلون كما يجب والدراسة مديورة، ومن بعد ملي كطيح نديروا واحد التحليل داك الحديد اللي بقى وهذا، ولقاو بأنه كاين الغش في الحديد في السيما. اسمح لي، يعني يمكن لنا نحددوا شكون المسؤول على الكارثه، اما نجيو عند كريط وزغنغن وفريكي ونجلسوا عليه بالضريبه، ما سي با ما كنشوفهاش انا عادله. والله اعلم، ما نعرف. الراي ديالكم حتى هو كيهمني، ربما كون غلط، ربما كنخربق، ربما حاجه وحده ما كنخربقش فيها هي هذه الخرجه. خرجه رائعه، وهاد الطريق واخا شويه مصوفجه ولكن ما بيهاش. الامن موجود، وان كان ما كننصحش الواحد يمشي بوحده، دائما جوج ولا ثلاثه اون سي جامي، ما نعرف الله اعلم. انا ما كنخافش. هاكا تربيت مع في واحد الحي شعبي، خروج بالليل وعلى اي
الجيل ديالنا هكا، الجيل تربينا في واحد ما كانش هذه المساله ديال لي زاغراسيون، جبد عليه موس جبد لا والو، كان كضرب بالراس المهم غلبك كيدقدقك كتمشي كامل دمايات وكتبراو وكتبقى عاوتاني حتى فوقاش تصيدو حتى هو عاود ترد له الصرف يا سيدي شويت. وهاد العدوانيه في الحقيقه راه ما صالحه لوالو. احسن حاجه هي كل هي يديها في سوق راسو، كل هي ياكل رزقو، كل هي كنت فلسف والله العظيم، والله ما كنديرها بالعاني. ملي كنخرج للطبيعه ما نعرف كنحس بواحد الاحساس غريب. توت فاصون نهار الحد بين قوسين جابارتيان و جروب ابن بطوطه راندو تنجيس كنديروا خرجات ميدانيه كتوصل لا مويان سي دائما بين 15 حتى ل 35 كيلومتر بار سيمين. كنمشي اون جروب كيوصل لو جروب ل 50 بعض المرات، المينيموم كتلقى 10 15. كاين الخرجات عندنا خرجه في الصباح، خرجه في الصباح، خرجه في الحد الاول كتكون خرجه طويله يعني فيها توت لا جورني، كنخرجوا في الظلام ونرجعوا في الظلام. وخرجه ثانيه كنديروها في الحد المقبل يعني لو سيكون ديمونش، كنديروا خرجه صغيره معناها فيها كنخرجوا مثلا مع السبعه ورجعوا مع الجوج حتى الربعه، يعني كيبقى لك ديك العشيه كيمكن تمشي تدوش مع راسك وتخرج وتشرب قهوه في العشيه. عندنا سورتو بالنسبه للناس اللي خدامين كيمشي النهار كله كيمشي في الليل ويرجع في الليل، ولا غدا كيكون عنده عاود خدام 8 في الصباح كتلقاه كتجيه صعيبه كيمشي ان تي بو فاتيي. ولهذا درنا وحده باش ما نضيعوش، هي باش كل شيء يشارك معنا. وقيلا طولت عليكم، الله يحفظكم. والوبجيكتيف ديالي راه هو المنار مدينة طنجة. يلا تحياتي.